ولمناقشة واقع الطفولة في العراق وفي الموصل تحديداً، والانتقادات لتراجع الاهتمام بملف حقوق الأطفال ولا سيما في التعليم، معنا من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة حنان عبد اللطيف. مرحباً بك معنا. أهلاً وسهلاً أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. حياكم الله. أستاذة حنان، لماذا لم يتغير واقع الحياة في الموصل لا سيما فيما يتعلق بالأطفال بعد 5 سنوات من انتهاء المعارك، مع العلم أن هناك أكثر من 20,000 طفل بلا تعليم؟ نعم سيدي الكريم، أطفال العراق هم خارج اهتمام كل الحكومات المتعاقبة، وأطفال الموصل كانت معاناتهم أكبر من معاناة أطفال باقي المحافظات، فهم عانوا من احتلال تنظيم إرهابي وعمليات عسكرية طالت مدنهم ومنازلهم، تسببت باستشهادهم وتشريدهم ونزوحهم. ونجد أن سياسيي الموصل منشغلين بالصراعات السياسية والفساد وبتحقيق مصالحهم الخاصة البعيدة عن مصالح أهالي وأطفال الموصل. أما بخصوص 20,000 طفل موصلي الغير ملتحقين بالدراسة، هناك عدة أسباب، أهمها تزايد معدلات الفقر وعمالة الأطفال، كما أن هناك أكثر من 45,000 طفل موصلي ولدوا أثناء الاحتلال الداعشي، والحكومات العراقية ترفض منحهم الأوراق الثبوتية، وهذه الأوراق مطلوبة للالتحاق بالمدارس ولإثبات هويتهم الرسمية. هذه أيضا هذا أحد الأسباب. نعم. في هذا الإطار أستاذة حنان، يبدو واضحا كما يقول المراقبون أن السلطات الحكومية تتعامل مع الملفات الحقوقية ولا سيما ملف الأطفال في الموصل على سبيل المثال كنوع من الترف، لا يوجد تحرك حكومي حقيقي يعكس اهتماما بالأجيال العراقية. نعم، لأنه لو أن المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بحماية حقوق الأطفال تقوم بدورها وتتحمل مسؤولياتها وتحاسب الحكومات العراقية على تعمدها إهمال قوانين وبنود وبرامج اتفاقية حماية الأطفال الدولية اللي موقعها العراق من عام 1994، ولو ان بعثة يونامي تنقل الصورة الحقيقية لاوضاع اطفال العراق في تقاريرها الدورية الى مجلس الامن وتقدم احاطات شفافة ونزيهة، مما يجعل الحكومات العراقية تخشى العقوبات فتلتزم بتنفيذ بنود واليات وبرامج اتفاقية حماية الطفل، لما راينا هذا اللامبالاة في سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة. نعم. طيب، أمام هذا الواقع المنهار لملف حقوق الطفولة الذي ينسحب على ملف حقوق الإنسان في نينوى، لماذا يراد له استمرار دمار المدينة وتركها على هذا الحال؟ السيد الكريم، اليوم من يتحكم بالمشهد السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي في الموصل هي ميليشيات الحشد الشعبي التي تتصارع فيما بينها للحصول على النفوذ والاستثمارات، طبعا إضافة إلى الفساد المستشري في مجلس المحافظة والحكومة المركزية. فبالتالي تقديم الخدمات إلى المواطن وإلى أطفال الموصل هي آخر اهتمامات هذه الطبقة السياسية الفاسدة. وهناك أيضا أهداف أخرى مثل تجهيل النشء والأطفال من خلال انتشار أيضا المدارس الإيرانية التي تنشر الفكر الخميني الضال لاستمرار بقاء نفوذهم في المحافظة. نعم. مع الأعمال الشاقة سيدة حنان التي يمارسها الأطفال في الموصل للاستمرار بحياتهم ومساعدة عوائلهم، إلى أي مدى تؤثر أو يمكن يعني أن تؤثر على ما يجري على أولئك الأطفال واعتباره عقاب جماعي لهم ولعوائلهم؟ نعم، بالتأكيد هو نوع من العقاب الجماعي، يعني عندما لا تعمل الحكومات العراقية على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للأسر العراقية، مما يجبرهم على إرسال أبنائهم إلى سوق العمل بالرغم من سنوات الميزانيات الانفجارية للدولة العراقية، واليوم عندنا سعر البرميل النفط في أعلى مستوياته، ولا زال المواطن العراقي يعاني شظف العيش، ولا زال الفساد يتزايد بين أوساط السياسيين والأحزاب والمسؤولين العراقيين.
اليوم الأطفال العاملون يتعرضون إلى خطر الإصابات الجسدية والنفسية، ويعيشون في أوساط وبيئات لا تتناسب مع أعمارهم. وصل سن عمالة الأطفال إلى 5 سنوات و6 سنوات، وهذا يؤدي إلى تأخر عقلي وسلوكي وعدم توسع مداركهم وقدراتهم الفكرية وتطورهم، فيجعلهم يعني حتى عندما يكبرون يدورون في حلقة الفقر، وممكن أن يتحولوا أيضا إلى الجريمة. نعم، يتحولوا إلى الجريمة، وهذا جزء من المستقبل الذي ينتظرهم. والسؤال هنا عن المستقبل، يعني هذا الطفل بعد سنوات قليلة سيصبح شابا، وبالتالي ما الذي ينتظره إذا لم يكن متعلما وقد مر بهذه الفترة العصيبة من حياته؟ طبعا بالتأكيد الضياع سيكون مستقبل هذا الطفل وأطفال العراق والموصل في ظل وجود حكومات طائفية فاسدة تؤجج الصراعات المذهبية والعرقية وتزرع الفتنة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وتنشر الجهل والفقر والفساد، ولا تعمل بجدية للنهوض بواقع الأسرة العراقية ورفع المستوى المعيشي لها حتى تبقى هذه الحكومات في السلطة. طبعا محاولات التجهيل والتخريب تتضح، يعني نراها في 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 أوضح صورها من خلال نشر وتسهيل بيع المخدرات بين أوساط الشباب والأطفال. وصلت المخدرات اليوم إلى طلبة المدارس الابتدائية، مع الأسف الشديد. وهذه التجارة خلفها قيادات متنفذة في ميليشيات وأحزاب السلطة ومسؤولين بالدولة العراقية. أشكرك جزيلا الأستاذة حنان عبد اللطيف، المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.